في أخبار الدار هذا الأسبوع، مطبات زرقاء، إرباك للسائقين وضرر للمركبات، ونعرض لمشاكل الطرق والإنارة والنظافة في الأغوار، والزراعة بالشرنقة، تقنية زراعية حديثة تنطلق من الشوبك، وكيف انطلق مشروع المرأة المنتجة في المعادن. أهلا بكم. تنتشر في مختلف مناطق محافظة الزرقاء المئات من المطبات والحواجز العشوائية التي أقيمت على الطرقات الخارجية والداخلية، وأصبحت تسبب إرباكا للسائقين والمواطنين، وتتسبب أيضا بأضرار لمركباتهم. أنا جاري يركبوا له مطب، بخار منه، بروح بوقف لهم بقول لهم بدكم تحطوا مطب على باب بيتي، اطلع المنطقة الفوقانية شوف، إذا ما لقيت 30 ل 40 مطب بالشارع سعيت أقول هذا الزلمة عماله، وما في عواكس ما في شيء. بعدين لد الشوارع، لد الحفرة، هاي الحفرة واحد بخفف عليها بيجي الثاني لو خابطه من ورا. المطبات عاملة أرق لنا للمشاة وللسيارات، ووجودها في نفس الوقت مش متلائم مع عملية المشاة، فنطلب من المسؤولين النظر برأفة أسوة بباقي المناطق في الزرقاء لهذا الشارع الذي يوميا يكون فيه حوادث سواء دهس أو عملية اصطدام سيارات. المعايير المطبات في عنا اولا اهم من المعايير، عملنا لجنه خاصه لموضوع المطبات، وحتى اشركنا معها جزء من السير والمحافظه ليكونوا شركاء معنا في موضوع المطبات. هلا يعني انا اللجنه حطت ببعض البنود والمعايير لوضع المطبات. اولا المواقع الحساسه مثل او اللي بتكون على الشوارع الرئيسيه او الشوارع الشبه الرئيسيه مثل المدارس، التقاطعات الصعبه، هلا لذلك بعض الأحيان يتم وضع المطبة بناء على قرار لهذه اللجنة، وبناء على اللي هو السجل التاريخي لهذه المواقع والحوادث اللي صارت فيها. هلا المطبات العشوائية ممكن نأخذ فيها إجراء، هذه اللجنة مكلفة أيضا بالمطبات العشوائية بالكشف عليها وإزالة أي مطب تم وضعه بشكل عشوائي ولا يستفاد منه. مشاكل الطرق والإنارة والنظافة في بعض مناطق لواء الشون الجنوبية نرصدها في التقرير التالي. عدم اكتمال مشروع طريق الكفرين الشون الجنوبية رغم انتهاء المدة المحددة له من قبل وزارة الأشغال العامة بات أمرا يثير شكوى المواطنين في المنطقة. حلول مرورية تحد من حوادث السير وتوسعة الجزء المتبقي من الطريق بات أهم مطالب المواطنين هنا. احنا بنعاني من الشارع اللي سووه فوق، شارع الجواسر، شارع الجواسر الروضه مش مستفيده منه بالمره، يعني التقاطع اذا بدك تروح التقاطع بدك تعاكس مشان تروح على الشونه، اذا بدك تطلع عمان بدك من فوق تطلع من عند نقطه التفتيش مشان تلف على الروضه، مش مستفيدين منه مره. عند الجوفه فيها هناك تقاطع بتكون سايدين، بس تصل اول الجوفه بصير سايد واحد، طبعا هذا خطر وصار عليه اكثر من حادث هذا الشيء. وعند وانت رايح على طريق الجواسر في عن طريق الجواسر كمان هناك شارع صيدين، اول ما تطلع بصير صيد واحد وهذا كمان خطر صار عليه حوادث كثير. هل في اناره بالشوارع طريق ما فيش اناره طريق الجواسر؟ ما فيش اناره بالمره، طريق الروضه كمان فيش بيها اناره، وطريق ابو عزام كمان هون فيش اناره عدم بالمره، وجوار وابصر شو ومي وجوار يعني عدم كل شيء في المنطقة هون عندنا عبث بالنسبة يعني لمدخل الروضة كمان فوق تحت لا وتحت وفوق هسه تحت يا ولد إذا بتخش تحت تفرج تحت السيارة إذا بدك تطلع يعني من الروضة للمخفر بدك ربع ساعة أو ثلث ساعة أقل شيء
الشوارع مكسره مفحره مش طبيعيه. يعني سووها قبل فتره وقالوا لك ان احنا بدنا نظبط الشوارع وبدنا نحط اناره ونحط ابصر شو وعبث. روح اتفرج على الشارع هسه يعني الوضع سيء بالمره. وفي منطقة الروضة يفتقر الطريق العام إلى إنارة وندرة الحاويات المخصصة لرمي النفايات، الأمر الذي يدفع المواطنين لحرق النفايات للتخلص منها. احنا هون بنعاني كثير من شغلة الكهرباء، يعني اللي بدها تقطع الكهرباء عندنا في المنطقة هون بدك تقعد 3-4 ساعات فترجع الكهرباء، هذا واحد. اثنين بالنسبة للمي على الشوارع، يوم يعني خلينا نقول يوم الاثنين بالعام، يوم الاثنين دور المي هون عندنا في المنطقة، يوم الاثنين الشارع مش طبيعي، مي، سيلانات، فيضانات، يعني تيجي سيارة طايرة من غادي احتمال اللي ماشي على الشارع ينعطب. سوء إنارة، يعني طلع انت على الشوارع بجوز هاي هناك فيش كاميرا، فيش قصدي لمبة، عندنا شغلات كثير يعني في المنطقة هون عدم. تحكي للمسؤولين وبقول لك انه احنا ماشي بشيل لك في الموضوع هذا، هو في الأساس مش ماشي في الموضوع هذا، هوا يعني كل حكيهم هوا. وصلتك كيف؟ يعني شو ما تسولف شو ما تحكي مع المسؤولين عبث هون. بالنسبة للبلدية كمان الأمور يرحم ما فقدته زي ما بقولوها، الزبالة انسى، الشوارع مليانة. إذا بتخش دخلات يعني يجي واحد من بر المنطقة يخش حارة بقول لك شو هذا؟ وين البلدية؟ وين العالم؟ وين الناس؟ عبث. معك عنادة أبو شعبان سكان منطقة الروضة. الروضة سيئة لدرجة لا توصف، إنارة ما فيه، خطوط المية ركبون قبل 3 أيام 4 أيام هي مخزقة على الشارع، ولما تدير المية بحر على الشارع، عندك التحويل تحت، يعني لو تروح على مستشفى إشي ومعك مريض ما بيطلعك توصل المستشفى وإلا هو فاقد ميت. وشو بدي أحكي أكثر من هيك؟ الكهرباء من مرة عدم، هاي جاي شتوية هسه وعد عيد قطعات كهرباء. أنا اسمي ثامر صلاح محمد جعرات. نعم. أنا في قبل فترة كان علي مخالفة كهرباء 1000 دينار نزلوه على 500. طبعا هسه ما بيجيبوا لي فواتير أنا على الدار. قبل فترة رحت على تبعين الكهرباء، مرة بيقولوا لي عليك 400 مرة عليك 300، وأنا ما بصرفش هذا المصروف كله بشهر، يعني كل شهر بيقولوا لي عليك كذا كذا، فبدي أعرف يعني أنا عندي مشكلة كبيرة بالكهرباء هاي. يعني سأت قبل فترة تبع الكهرباء قال لي راجع تبعين الكهرباء على الشركة، كل ما نروح نراجعهم بيقولوا لنا يا عمي الساعة وما الساعة زي هي. يعني أنا بعاني من الكهرباء، والله بنعاني كثير من الكهرباء. بعدين في قطع كهرباء كثير بصير عندنا هون، يعني امبارح انقطعت الكهرباء وقبل فترة قعدنا فترة محول تحت ولع، وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة مقطوع الكهرباء، بنعاني كثير والله احنا هون. بعد الفاصل نتابع. السلامة الرقمية مشروع توعوي يستهدف طالبات مدارس الكرك. أحييكم من جديد ونتابع عرض قصص أخبار الدار التي يعدها طلبة الجامعات. كثيرون تعرضوا لمشكلات تقنية في حساباتهم الإلكترونية، والبعض كان عرضة لجريمة إلكترونية كان يمكن تفاديها بمعرفة بعض الأساسيات في أمان الحسابات والتطبيقات. في الكرك مؤخراً نظمت دورات توعوية في الأمان الرقمي استهدفت طلبة المدارس والمجتمع المحلي. مشروع السلامة الرقمية للنساء والذي يتم تنفيذه بمركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بدعم وتمويل من منظمة سيكتف الكندية، القائم على توعية النساء وزيادة الوعي بالسلامة الرقمية، استهدف في ورشاته الأخيرة طالبات ونساء الكرك. استفدت اني اغير اني ما اخلي لكل التطبيقات نفس كلمه الباسورد او كلمه المرور، وانه اخلي لكل تطبيق ما احط كلماتي على البروفايل تاعي، واخلي كله سطحي وما اعبر عن حالي في البروفايل. الحقيقه المحاضره كانت حلوه كثير، وبحس الطالبات استفادوا من المحاضره، كانت توعويه كثير يعني، وبفضل انه لو تنعقد في مدارس كمان الذكور حتى يصير في توعي. يعني المحاضره كثير كانت رائعه جدا، والفئه المستهدفه احنا كانت طالبات الصف العاشر،
يعني أنا لفت انتباهي أنه كمان المعلمات أعجبتهم المحاضرة والطالبات. اخترنا هذا الموضوع لأهميته من الناحية الأولى، خصوصاً أنه إحنا بعصر التكنولوجيا، والآن خصوصاً لأنه المدرسة بتتبع نظام التعلم والتناوب، وبالتالي في عنا جزئية من نظام دوامنا أنه عن بعد، وعشان هيك اخترنا أنه لابد من يكون في توعية لجميع طالباتنا بهذا الموضوع. يبدو الحرص على زيادة الوعي للطالبات ووجود هذا النوع من الجلسات محاولة جيدة لتخطي الكثير من المشاكل الاجتماعية الناجمة عن الجهل التقني والرقمي. الفترات الماضية كان هناك تسارع تكنولوجي وزيادة في أعداد التطبيقات التي يتم استخدامها من قبل النساء، ويتم استخدامها ولكن بدون معرفة كافية لطرق الخصوصية وإعدادات الخصوصية وحماية البيانات والمعلومات التي يتم تبادلها وتداولها على هاي المواقع. تواصلت العديد من المدارس معنا لحتى نقدم هذا المشروع للطالبات والمعلمات في هذه المدارس. بنقدم جلسات السلام الرقمية حاليا في المدارس، كان في إقبال كبير من قبل المدارس لإعطاء جلستنا، جلسة السلام الرقمية للطالبات، بسبب استخدام المتزايد للطالبات للتكنولوجيا وللإنترنت بشكل عام، وخصوصا يعني خلال الفترة الماضية وخلال جائحة كورونا. لكن للأسف لاحظنا خلال الجلسات أنه قلة الوعي عند الفتيات والطالبات، واستخدام غير سليم وغير صحيح للتكنولوجيا. لاحظنا أنه لازم أن يكون في عندنا وعي أكبر واهتمام أكبر بهذا الموضوع لتوعية الفتيات. التوعية بمفهوم السلامة الرقمية غير مقتصر على المدارس كما يقول القائمون على التدريب، إذ سيستمر المشروع ليصل إلى الجمعيات المعنية بشؤون المرأة وصولا لمجتمع واع. تقنية زراعية حديثة تعتمد على زراعة الشجرة داخل وعاء يتسع لقرابة 16 لتر من المياه. يحتفظ هذا الوعاء بالماء لمدة 6 أشهر، بعدها يتم إعادة تعبئته مرة أخرى لمدة عام كامل، فيتحلل الوعاء لكونه مصنوع من مواد عضوية ويصبح سمادا وبيتا للشجرة. أسفرت هذه العملية عن زراعة حوالي 1200 شجرة في الشوبك. قمنا بزراعة عدد كبير من الأشجار، ما يقارب 1200 شجرة من الأشجار الحرجية، بواسطة استخدام تقنية الشرنقة. تقنية زراعية جديدة تدخلها شعاب الحراج والبساتين في الأردن إلى نشاطاتها الزراعية، تعتمد على زراعة مواد عضوية داخل وعاء يتسع قرابة 16 لترا من المياه. يحتفظ هذا الوعاء بكمية المياه داخله لمدة 6 أشهر، بعد 6 أشهر يتم إعادة تعبئة هذا الوعاء مرة أخرى لمدة عام كامل، وبعد عام كامل يتم تحلل الوعاء كونه مصنوع من مواد عضوية. إحنا الأشجار اللي زرعناهن 4 أشجار اللي هن السنديان الشوكي، بالإضافة إلى الفستق الأطلسي أو ما يسمى بالعامية البطم، بالإضافة إلى الأرز اللبناني، بالإضافة إلى شجرة الصنوبر المثمر. ويمتد المشروع على مساحات واسعة في مشاتل وزارة الزراعة ليعود على المجتمع المحلي بالتنمية المستدامة. هذا المشروع فريد من نوعه وجديد علينا، ونأمل أن يكون هذا المشروع ناجح إلى المدى البعيد، وتكون هذه البقعة خضراء نستفيد منها كمجتمع محلي في التنزه. إقامة هذا المشروع أيضا في هذه المنطقة يستفيد منه أبناء المجتمع في اليد العاملة، عائلات تستفيد من هذا المشروع دخل أسري. بدأت الفكرة ببداية هذا العام وتم تنفيذها في الشهر السادس من هذه السنة. الآن الأشجار الموجودة في المنطقة هي بعمر 4 شهور، ونسبة النجاح وصلت إلى 98%. أيضا هاي الفكرة سيتم تعميمها في الأيام والأشهر القادمة على المواطنين، وذلك لزراعة الأشجار المثمرة في الحدائق المنزلية، كونه الاحتياجات المائية راح تكون قليلة وأقل كلفة على المواطن. ومع ارتفاع نسبة النجاح إلى مستويات قياسية، من المتوقع أن يتم تعميم المشروع على باقي مناطق المحافظة ومواقع زراعية أخرى. نتوقف لفاصل ونتابع من بعده كيف انطلق مشروع المرأة المنتجة في معان.
طحين، قمح، سكر وملح وماء. بهذه المكونات المنزلية البسيطة يمكن صناعة حلوى تعيد إلى الأسرة ذكريات الماضي وبتمد من يتناولها بالطاقة. ما في محلات حلويات يعني، هم يصنعوها بأيديهم يعني. ومكوناتها طحين، قمح، وسكر وملح ومي، نخلطها مع بعض ونعجنها يعني. وبعد ما نخلصها نولع النار على الحطب ونحط الصاج على النار، ومن بعدها نخبزها. بعد ما نخلصها نجيبها نفتها بالجاط ونحط زيت أو سمن يعني الموجود، نحط سكر عليه ونقدمها للضيوف. وهيك يعني، لأنه أول ما في حلويات، كنافة مثلا، وربات، مبرومة، ما في. أول هذه حلويات البدو. كل يوم الصبح إن شاء الله نصبح خير إحنا وياك، نقدمها للحج أبو خالد وللي موجود يعني يفطروا. هذه مفضلة عند البدو، وهيك يعني زي هيك، لأنه ما في أشياء زمان يعني على أبائنا وأجدادنا، هذه كنافتهم. بهدف خفض نسبة البطالة في المجتمع ورفع المستوى المعيشي للمرأة المعانية وذويها وتلبية احتياجاتهم المعيشية، أطلق مشروع المرأة المنتجة بجهود معلمة لديها إصرار وحب للوطن. إلا إذا تمتعت بصحة نفسية جيدة، لأنه حياتك هي صنع أفضل. مشروع امرأة منتجة، يهدف هذا المشروع إلى إعداد امرأة منتجة وخفض نسبة البطالة في المجتمع، وأيضاً لرفع المستوى المعيشي للمرأة وذويها وتلبية احتياجاتهم. جاء هذا المشروع بالتعاون مع الاتحاد العالمي للإغاثة وحقوق الإنسان، وأيضاً جمعية تكافل نشميات البادية، وضمن الخطة التطويرية لمدرسة أحوال الأساسية المختلطة مع المجتمع المحلي. جاءتني هذه الفكرة من خلال ملاحظتي لعدد النساء العاطلات عن العمل، فارتأينا لتوفير فرص عمل جديدة من خلال التدريب على مشاريع صغيرة بيتية منزلية بسيطة، أيضا ضمن ورشات عمل متسلسلة ومتتالية. أيضا أخذنا بعين الاعتبار أن تكون هذه الورشات متنوعة، حيث تشمل صناعة الصابون، العطور، صناعة العطور، صناعة الحلويات، بحيث تلبي احتياجات المجتمع المحلي. فستكون ورشتنا اليوم بهذا العنوان، اللي هي صناعة الصابون بقوالب مميزة وجذابة حتى تلبي حاجات المجتمع من الأفراح والمناسبات. الرؤية المستقبلية لهذا المشروع، أولا متابعة عمل المشاريع الجديدة والناشئة من خلال تقديم خطة عمل، وأيضا التدريب على كيفية تسويق المنتج لهذا المشروع بحيث أنه يحقق مردود مالي مناسب، وأيضا يحقق الهدف من المشروع الأساسي. سيستمر هذا المشروع حوالي 5 أشهر بمشاريع جديدة، وكل ورشة عمل لها موضوعها الخاص. أنا منتسبة لجمعية تكافل نشميات البادية، وهي الجمعية هي الوحيدة في بادية الشوبك، جمعية نسائية هي الوحيدة. طبعا هاي الجمعية عاملة مشروع اللي هو صناعة الصابون، وكمان في أيضا مشاريع أخرى تابعة لهذا المشروع. فكوني أم لثمان أفراد حبيت أعمل هاي، حبيت أشارك في هاي الدورة. ممكن أعمل فيما بعد، طبعا أعمل صابون في البيت، ممكن فيما بعد أستفيد من هذا المشروع وأعمل فيما بعد مشروع خاص فيني للصابون، وبرد علي مردود مالي أستفيد منه. نحن في الاتحاد العالمي للإغاثة وحقوق الإنسان أخذ خطوات جلالة الملك وتوجيهاته السامية، وهو يعتبر الأول في حقوق الإنسان. فكان لنا مبادرات كثيرة منذ 2015 إلى هذا العام، كانت لنا مبادرات كثيرة، ونحن في طور في هذه الجمعية، هي أول مرة،
وإن شاء الله راح يكون في تعاون أكثر من مرة في سبيل تمكين وتطوير المرأة وخدمة مجتمعنا. في نهاية هذه الحلقة من أخبار الدار نشكر لكم طيب المتابعة، على أمل بلقاء جديد نعرض فيه قصصا أخرى من إعداد طلاب الجامعات من مختلف المحافظات. تابعونا عبر حسابات رؤيا الإلكترونية. إلى اللقاء.